السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، نشكركم متابعي قناة سميرماط. هنا نتواجد بفضاء إيجينان، الفضاء الأدبي إيجينان ببلدة العوينة. سوف نتطرق إلى كيفية إنجاز عملية الطرح للسوستراكسيون بالطريقة الجديدة والتي تحتوي على أرقام اللي هي صفر. كيفية تحويل من المئات إلى الوحدات أو من المئات إلى العشرات أو من العشرات إلى المئات، فهي طريقة سوف نلاحظها ونشاهدها في هذا الفيديو إن شاء الله. مثلا 4004 ناقص 2709 مثلا، 4004 ناقص 2709. إذا هنا نأخذ، إذا أردنا أن نقوم بعملية الطرح، 4 ناقص 9 لا يمكن، إذا يجب أن نستعير هنا عددا من العشرات ولكن لا يوجد، وبالتالي ننتقل إلى المئات لا يوجد، ننتقل إلى الآلاف، إذا نأخذ هنا 1001 يصبح لدينا 3000، وهنا يصبح لدينا 9. لماذا؟ لأنه 10 مئات نأخذ منها 100 ونحولها إلى العشرات ونحصل على 10 عشرات، 10 عشرات نأخذ منها 10 واحدة يبقى لدينا 9، وهنا يصبح العدد 14. 14 ناقص 9 5 أو 6، 14 ناقص 9 تساوي 5 مباشرة، 5 زائد 9 تساوي 14، 9 ناقص 0 9، 9 ناقص 7 2، 3 ناقص 2 1، وهنا بكل بساطة أنجزنا العملية. أعطي مثالا آخر، سوف أعطي مثالا آخر، مثلا 5 0 0 مثلا 3 ناقص 3 2 5 7. إذن عملية التحويل لا داعي لي يعني جعل الأمور غامضة مباشرة، إذا لدينا الأصفر هنا مباشرة نأتي إلى العدد الأخير ونحوله مباشرة، سوف يصبح 4، 5 أصبحت 4، وهذا العدد 0 يصبح 9، هذا العدد 0 يصبح 9، وهنا يصبح 13 مباشرة. نقوم بالعملية آنذاك، 13 ناقص 7 تساوي كم؟ 13 ناقص 4 6، 9 ناقص 5 مباشرة 4، 9 ناقص 2 7، ثم 4 ناقص 3 تصبح 1، إذن النتيجة هي 1746. ختاما أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات المشاهدين متتبعين لقناة سميرماط من كل البقاع، أشكركم على حسن المتابعة وأتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه العملية، وأتمنى إن كان هناك تساؤل أو إشكالية عويصة يجب أن تطرحوا أسئلة حول التعليقات للكومنتير، وأنا مستعد للإجابة على جميع أسئلتكم. كما أود أن أشكر في الختام السيدين المحافظة المكلف المحافظة سي محمد بويدر، كما أشكر في الإخراج سي محمد الوفي، أتمنى لهم مسيرة موفقة في حياتهم، كما أشكرهم على حسن الاستقبال والحفاوة بهذا الفضاء الجميل، هذا الفضاء الواسع الذي ينشرح له الصدر. وفي الختام أود أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.